بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب السنة الرابعة، نتناول في محاضرة اليوم الفصل الخامس من مادة المحاسبة الإدارية، وذلك بعنوان إطار عام للموازنات التخطيطية. ونتناول في هذا الفصل تعريف الموازنات، أهدافها، أنواعها، مبادئ إعداد الموازنات، مسؤولية إعداد الموازنات، مداخل إعداد الموازنات، الخطوات العامة لإعداد الموازنات. وتبدو الإشارة أن هذا الفصل يبدأ من صفحة 117 في كتاب المحاسبة الإدارية. نتناول أولا تعريف الموازنة التخطيطية. تعددت تعريفات الموازنة، ولكن يمكن القول أن كلمة الموازنة بشكل مبسط تعني خطة مستقبلية أو تعني خطة للمستقبل. فبالتالي فإن الموازنة من وجهة نظر المحاسبة ما هي إلا ترجمة كمية لخطة الوحدة. ترجمة كمية يعني عينية ومالية ونقدية، يعني موازنة المبيعات والإنتاج أو الأجور. موازنة المبيعات تكون بعدد الوحدات المباعة، ثم يتم ترجمتها في قيم مالية، يعني قيمتها تساوي كام. وحدات الإنتاج بتبقى بعدد وحدات الإنتاج عينية، وتكلفة الإنتاج كام يتم تحديد القيمة المالية له. وترجمة نقدية يعني بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية بالنسبة للموازنة. معنى ذلك أن كل المشروعات والأنشطة في خطة الوحدة يتم وصفها أو ترجمتها كميا. الوصف الكمي يعني في صورة مالية باستخدام وحدات النقد السائلة، أو في صورة عينية باستخدام وحدات قياس المدخلات أو المخرجات، وكل ده بهدف تحقيق الرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرار. يبقى إذن الخلاصة أن الموازنة خطة مستقبلية، سواء عن سنة قادمة أو عدة سنوات، يعني سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. طيب العنصر الثاني اللي هتناوله يتم تناوله في الفصل ده أهداف الموازنة التخطيطية. من خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن الموازنة أداة للتخطيط على مستوى الوحدة، بمعنى إذا أردنا أن نخطط للمبيعات يتم ذلك من خلال إعداد موازنة المبيعات. إذا أردنا أن يتم التخطيط للإنتاج يكون ذلك من خلال إعداد موازنة الإنتاج. وأيضا إذا أردنا التخطيط للأجور يكون ذلك بإعداد موازنة الأجور، وهكذا. العنصر الثاني في أهداف الموازنة، الموازنة التخطيطية أداة للرقابة، أي أن الموازنة التخطيطية من أساليب الرقابة بالنسبة لإدارة الوحدة الاقتصادية. طب تبقى أساليب الرقابة إزاي؟ من خلال مقارنة النتائج المخططة بالموازنة بالنتائج الفعلية،
وقياس الانحرافات وتحليلها وبيان أسبابها. ومعالجتها إذا كانت في غير صالح المنشأة وتوجيهها لصالح المنشأة إذا كانت في صالح المنشأة إذا كانت انحرافات موجبة. بمعنى على سبيل المثال الموازنة الإنتاج عن شهر يناير على سبيل المثال كان محدد فيها إنتاج 1000 وحدة. كان مخطط فيها إنتاج 1000 وحدة. طيب بعد ما أنتجنا وجدنا إن المنشأة أنتجت 960 وحدة وليس 1000 وحدة، يبقى فيه انحراف كام؟ 40 وحدة، يسمى انحراف سالب أو انحراف في غير صالح المنشأة. يعني كان المفروض ننتج 1000 وحدة، أنتجنا 960 وحدة. يبقى نبدأ نشوف الأسباب دي إيه؟ إيه الأسباب اللي ترتب عليها عدم إنتاج 1000 وحدة؟ أنتجنا 960 بس، ومعالجة هذه الأسباب يبقى الموازنة التخطيطية أداة للرقابة. العنصر الثالث، الموازنة التخطيطية أداة لتقييم الأداء. ودي مرتبطة أيضا بالموازنة أداة لتحقيق الرقابة. ويتم تقييم الأداء والتحفيز من خلال ألف مقارنة الفعلي بالمخطط، يعني مقارنة الكميات أو القيم الفعلية بالقيم المخططة. ب تحديد الفرق وأسباب التي نتج عن والأسباب التي نتج عنها ثم اقتراح العلاج. ت حفز وتشجيع المسؤولين. يعني أيضا بنيجي نقارن الكميات أو القيم الفعلية بالقيم المخططة، هيطلع عندي انحرافات، نحدد أسبابها، إيه هي أسباب الانحرافات دي؟ هل هي في صالح المنشأة؟ يبقى يجب تنميتها وتطويرها لمصلحة إيه؟ المنشأة. في غير صالح المنشأة، إذا كانت الانحرافات في غير صالح المنشأة، يبقى نحاول وضع العلاج والحلول لمعالجة هذه الانحرافات. ثم حفز وتشجيع المسؤولين عن الموازنة على محاولة الالتزام بالموازنة وأدائها، لأنها تمثل تقييم للعاملين من ناحية، كما تمثل مقياس للأداء من ناحية أخرى. النقطة الرابعة في أهداف الموازنة، الموازنة التخطيطية أداة لاتخاذ القرارات. وفي الحقيقة أن عملية اتخاذ القرارات مرتبطة بكل أهداف الموازنة. بمعنى إذا أردنا أن نخطط فالتخطيط محتاج إلى اتخاذ قرارات. إذا كان هناك تقييم للأداء أو تحقيق الرقابة، فبالتالي محتاج لاتخاذ قرارات لتقييم الأداء أو لتحقيق الرقابة. إذا كان هناك حاجة للتنسيق، فالتنسيق أيضا محتاج لاتخاذ القرارات. فعملية اتخاذ القرارات مرتبطة بكل أهداف الموازنات، وبتنتج عن تحقيق هذه الأهداف. العنصر الخامس من أهداف الموازنة، الموازنة أداة للتنسيق.
الموازنة أداة للتنسيق، وديت من ضمن أهداف الموازنات التنسيق بين وحدات المنشأة وبين الإدارات المختلفة للمنشأة. على سبيل المثال، إذا نفترض لم يكن هناك تنسيق بين إدارات المنشأة، مثلا إدارة المبيعات وضعت خطة لبيع 1100 وحدة، وإدارة الإنتاج خططت لإنتاج 1000 وحدة. وهنا بنقول الكلام ده في ظل عدم التنسيق. الإنتاج قالت إن إحنا حددت إنتاج إنها هتنتج 1000 وحدة، والمبيعات قالت إن إحنا في ظل حصة المنشأة في السوق وفي ظل دراسات السوق إنها بتخطط لبيع 1100 وحدة. لو استمر الكلام ده في ظل حالة عدم التنسيق، معنى كده إن المنشأة هتنتج أقل من اللي إدارة المبيعات محتاجاه عشان تبيعه. بكام؟ بمئة وحدة. وبالتالي إذا كان استمر الأمر في ظل عدم التنسيق بالشكل ده، هيضيع على المنشأة فرصة بيع وتحقيق أرباح من مبيعات 100 وحدة. يبقى إذن التنسيق مهم جدا بين وحدات المنشأة، ولذلك زي ما هنشوف بعد كده في نهاية المحاضرة إن بيتم تشكيل لجنة بيبقى فيها كل مندوبي الإدارات، إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، إدارة المخازن، عشان يبقى فيه تنسيق بين هذه الإدارات، بين إمكانياتها وبين أهدافها لكل إدارة. يبقى إذن الموازنة لها دور كبير في التنسيق بين أهداف المنشأة الفرعية لكل الأقسام، وبين الأهداف الفرعية والهدف العام، وبين هذه الأهداف وأهداف العاملين بالوحدة، وأيضا تحقيق التوازن بين أهداف الوحدة وبين الموارد المتاحة وبين السيولة والربحية. وزي ما احنا قلنا أيضا إن هدف اتخاذ القرار مترتب على كل هدف من أهداف الموازنات، وبالتالي عشان ننسق وتحقيق التناسق بالتالي بيكون هناك اتخاذ للقرار. يبقى كده تناولنا أهداف الموازنات التخطيطية. العنصر الرابع أنواع الموازنات. أنواع الموازنات، توجد عدة تقسيمات للموازنات. فأولا يمكن تقسيم الموازنات من حيث وحدة القياس المستخدمة. يمكن تقسيم الموازنات من حيث وحدة القياس المستخدمة، حيث تقسم إلى ثلاث أنواع من الموازنات: موازنة عينية، موازنة مالية، موازنة نقدية. يعني مثلا بيتم تحديد الموازنات بوحدات المبيعات أو وحدات الإنتاج أو ساعات العمل، يبقى دي الموازنة العملية
الموازنة العينية. ثم بعد ذلك يتم ترجمة الموازنات العينية إلى موازنات مالية، يعني ساعات الإنتاج تكلفة الساعة كام، يبقى نضرب في تكلفة الساعة أو قيمة الساعة يعطيني قيمة ساعات الإنتاج وهكذا، أو وحدات الإنتاج تكلفة الوحدة كام، يتم ضرب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة يعطيني قيمة الإنتاج، يبقى دي الموازنة المالية. عندي التبويب الثالث من حيث وحدة القياس اللي هي الموازنة النقدية، اللي هي بتوضح لي المقبوضات والمدفوعات النقدية للوحدة وما يترتب عليها من فائض أو عجز نقدي، يبقى ده تبويب الموازنات من حيث وحدة القياس. بتبوب إلى موازنة عينية يعني بالوحدات أو بالساعات أو بالكيلوات، الموازنة المالية ترجمة للموازنة العينية، ثم الموازنة النقدية. التقسيم الثاني من حيث فترة الموازنة، حيث تقسم الموازنة إلى موازنات طويلة الأجل أو موازنات قصيرة الأجل. الموازنات طويلة الأجل وهي الموازنات التي يتم إعدادها لكي تغطي أكثر من فترة مالية، وفي الغالب بتكون مدتها تزيد عن 3 سنوات، تصل إلى 5 سنوات أو 10 سنوات، يبقى دي الموازنات طويلة الأجل. أو الموازنات يمكن إن احنا نطلق عليها الموازنات الرأسمالية اللي هي مرتبطة بالأصول الثابتة أو طويلة الأجل، زي إضافة منتج جديد أو استبدال خط إنتاجي بخط آخر أو التوسع في الطاقة الإنتاجية وهكذا. التقسيم الثاني من حيث فترة الموازنة، احنا قلنا التقسيم الأولاني طويلة الأجل أو قصيرة الأجل الموازنات القصيرة الأجل وهي الموازنات التي تتعلق بالنشاط الجاري للوحدة، يعني في الغالب بتغطي سنة مالية. ثم يتم تقسيم الموازنة المتعلقة بالسنة إلى ربع سنوية ثم إلى موازنات شهرية وهكذا، يبقى ده تقسيم الموازنة من حيث فترة الموازنة، تقسم إلى موازنات طويلة الأجل وموازنات قصيرة الأجل. التقسيم الثالث بالنسبة للموازنات من حيث علاقتها بحجم أو مستوى النشاط، حيث تقسم إلى موازنة ثابتة أو موازنة مرنة. موازنة ثابتة أي يتم إعدادها على أساس مستوى نشاط واحد، مستوى نشاط ثابت، سواء كان ذلك متعلق بالإنتاج أو المبيعات أو غيره. يعني مثلا بنحط موازنة إن إحنا هيتم إنتاج وبيع 1000 وحدة، بيتم إعداد الموازنة على هذا الأساس، أساس ثابت للإنتاج للمبيعات وبالتالي مشتريات المواد وبالتالي الأجور وهكذا. التقسيم الثاني من حيث علاقتها بحجم ومستوى النشاط موازنة مرنة. موازنة مرنة أي موازنة يتم إعدادها لأكثر من مستوى من مستويات النشاط، يعني لو إحنا هننتج ونبيع 1000 وحدة يبقى التكلفة كام؟ الأجور كام؟ طيب لو هننتج 2000 ونبيع 2000 يبقى كام؟ وهكذا.
تقسيم الوابع من حيث طبيعة النشاط الذي تغطيه، حيث يمكن تقسيم الموازنات إلى موازنات جوية وموازنة وموازنات استثمارية. الموازنات الجوية بتشمل موازنة البرامج وموازنة مراكز المسؤولية، حيث بتهدف موازنة البرامج وموازنة مراكز المسؤولية إلى تخطيط ورقابة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية، مثل موازنة المشتريات المواد، موازنة الأجور، موازنة المصروفات الصناعية. يبقى دي موازنات جارية ويطلق عليها موازنات جارية. النوع الثاني الموازنات الاستثمارية، وهي الموازنات التي تهدف إلى تخطيط ورقابة المشروعات الاستثمارية اللي هي متعلقة بالأصول الثابتة، زي إضافة خط إنتاج جديد أو إضافة أصول ثابتة زي الآلات أو المعدات أو تطوير الأصول الموجودة. يبقى إذن تقسيم الموازنات من حيث طبيعة النشاط إلى موازنات جارية وموازنات استثمارية. العنصر الخامس اللي هنتناوله في الفصل ده مبادئ إعداد الموازنات التقديرية. يتم إعداد الموازنات التقديرية وفق مجموعة من المبادئ والأسس، والتي لها أهميتها ويجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات. نتناول هذه المبادئ في مايل. المبدأ الأولاني واحد، مبدأ الشمول، وإحنا كده بنتكلم في صفحة 125. مبدأ الشمول يعني إيه؟ مبدأ الشمول يعني يجب أن تشمل الموازنة جميع إدارات وأقسام ومراكز المسؤولية في الوحدة الاقتصادية. يعني منجيش نعمل نطبق موازنات أو يتم إعداد موازنات لبعض الأقسام دون البعض الآخر، لا، يجب أن يتم إعداد الموازنة لكل أنشطة وأقسام وإدارات المنشأة. يبقى ده مبدأ الشمول. المبدأ الثاني مبدأ المشاركة. مبدأ المشاركة ويعني يجب أن يشارك في إعداد الموازنات العاملين في الأقسام والإدارات المختلفة. يجب أن يكون لهم دور في إعداد الموازنات حتى لا يكون في معارضة أو رد فعل عكسي من هؤلاء العاملين عند تنفيذ هذه الموازنات، لأن ما دام أن هؤلاء العاملين قد ساهموا وشاركوا في إعداد هذه الموازنة سوف يعملوا على إنجاح هذه الموازنات. فمبدأ المشاركة من المبادئ التي لها أهميتها أيضا في إعداد الموازنات. المبدأ الثالث مبدأ المرونة، بمعنى يجب أن تتميز الموازنة بقدر من المرونة يسمح لها بالقدرة على مواجهة الظروف غير المتوقعة والتي لم تؤخذ في الحسبان وقت إعدادها. والموازنات المرنة هي التي كما تحدثنا في تقسيم الموازنات هي التي يمكن أن يكون لها المرونة، التي تستطيع التعامل مع الظروف المختلفة
التي تحدث بالنسبة للمنشأة. المبدأ الرابع مبدأ الواقعية. مبدأ الواقعية يعني أهداف الموازنة يجب أن تتعامل مع الواقع وتتمشى مع الواقع، وهذا المبدأ له أهميته ويجب أخذه بعين الاعتبار، لأن الموازنات لا تتعامل مع مثاليات، وإلا هتكون النتيجة في غير صالح المنشأة. المبدأ الخامس مبدأ التوزيع الزمني. مبدأ التوزيع الزمني أي توزيع أو تقسيم الموازنات على أساس زمني، زي مثلا الموازنة التخطيطية الجوية على أساس سنة، هذه السنة يتم تقسيمها إلى ربع سنوية ثم إلى شهرية ثم أسبوعية وهكذا، يبقى مبدأ التوزيع السنوي. يعني الموازنة بيتم إعدادها على أساس سنوية ثم يتم تقسيم هذه الموازنة إلى ربع سنوية ثم إلى شهرية ثم إلى أسبوعية وهكذا، وده له أهميته سواء في تحقيق الرقابة أو عملية إجراء المقارنات، لأن الرقابة يعني يجب أنها تتم أول بأول، يعني كل شهر بقارن الموازنة المخططة المبيعات المخططة بالمبيعات الفعلية، وده له أهميته في تحقيق الرقابة على سبيل المثال. المبدأ السادس مبدأ التعبير المالي، أي الترجمة المالية للموازنة، يعني الموازنات إذا كان بيتم إعدادها أو التي يتم إعدادها زي موازنة المبيعات، موازنة الإنتاج، مشتريات المواد، موازنة الأجور، بيتم إعدادها بشكل عيني ثم يتم ترجمة هذا الشكل العيني إلى شكل مالي. أنا عندي مثلا على سبيل الموازنة مشتريات المواد، أنا شاري الوحدة بكام أو متوقع إن أنا أشتريها بكام، يبقى عدد الوحدات المتوقع شرائها في السعر المتوقع شراء، يبقى نترجمها إلى قيم مالية إلى موازنة مالية، يبقى دي الموازنة العينية بنترجمها يتم ترجمها إلى موازنة مالية. مبدأ بين مبدأ الربط المبدأ السابع مبدأ الربط بين تقديرات الموازنة ومراكز المسؤولية. يعني عشان تكون الموازنة أداة فعالة في تقييم الأداء وتحقيق الرقابة، لابد يبقى فيه ربط بين تقديرات الموازنة ومراكز المسؤولية في الوحدة الاقتصادية، وده أيضا لها علاقة بتقييم الأداء وتحقيق الرقابة كما تناولنا ذلك من قبل. المبدأ الأخير مبدأ التنبؤ. هي الموازنة خطة للمستقبل، فالقيم التي تحتويها الموازنة بتكون قيم تقديرية لأنها متعلقة بالمستقبل. مثلا بالنسبة للمبيعات بنقول الموازنة التخطيطية والتقديرية، احنا نقدر للمبيعات ان انا ابيع في الشهر القادم كذا وحدة أو أنتج كذا وحدة أو أشتري عدد وحدات، يبقى دي في تنبؤ لأن في تقدير لأنها متعلقة بالمستقبل. والتنبؤ مش معنى أنها تنبؤ بالتخمين، لا، بناء على أسس وقواعد علمية
ويمكن استخدام الأساليب الحديثة في هذا التنبؤ، أساليب كمية وأساليب رياضية، وأيضا مثلا على سبيل المثال موازنة المبيعات بيبقى أيضا بناء على تقديرات رجال التسويق. بيبقى عندي عدة أشكال للتنبؤ أو عدة صور في قواعد بيبنى عليها، في أساليب كمية رياضية، في دراسات، كل دي بتساعد على أن يكون التنبؤ أقرب إلى الواقع. يبقى بكده تناولنا المبادئ التي يتم على أساسها أو التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد الموازنات التخطيطية. طيب العنصر السادس في هذا الفصل مسؤولية إعداد الموازنات التخطيطية، وفي الغالب بيتم تشكيل لجنة تسمى لجنة الموازنة، تكون وظيفتها إعداد الموازنة التخطيطية، ويكون ممثل فيها الإدارات المختلفة على سبيل المثال مندوب لإدارة الإنتاج أو مندوب إدارة التسويق والمبيعات أو مندوب إدارة المشتريات وهكذا. وده زي ما احنا قلنا ده بيحقق التنسيق بين الإدارات المختلفة. يبقى مسؤولية إعداد الموازنة بيتم من خلال لجنة تسمى لجنة الموازنة. طيب مداخل إعداد الموازنات، توجد ثلاثة مداخل إعداد الموازنات، هي مدخل المبيعات، مدخل الإنتاج، اثنين مدخل الإنتاج، ثلاثة مدخل الأروة. مدخل المبيعات بيقوم على أساسه أن موازنة المبيعات هي أساس نظام الموازنات، يعني يتم إعداد موازنة المبيعات أولا وبناء عليها يتم إعداد موازنة الإنتاج، وبناء على موازنة الإنتاج يتم إعداد موازنة مشتريات المواد الخام والمواد الخام، وبناء على موازنة الإنتاج يتم إعداد موازنة الأجور وهكذا، أي أن موازنة المبيعات هي أساس نظام الموازنة. أما المدخل الثاني مدخل الإنتاج يقوم على أساس موازنة الإنتاج، أي نبدأ بتقدير موازنة الإنتاج أولا أو بتحديدها، ثم يأتي بعد ذلك باقي الموازنات. المدخل الثالث مدخل الأرباح، أي التخطيط للأرباح، لأرباح المنشأة، ثم يأتي بعد ذلك إعداد الموازنات. وفي اعتقادي المدخل الأكثر شيوعاً هو مدخل المبيعات، يعني نبدأ بموازنة المبيعات ثم يأتي بعد ذلك باقي الموازنات. ولذلك في قاعدة أساسية بنقولها إن موازنة المبيعات هي أساس نظام الموازنات، موازنة المبيعات هي أساس نظام الموازنات. آخر جزئية عندي الخطوات العامة أو الإجراءات العامة لإعداد الموازنات، يعني عشان يتم إعداد الموازنات يتم ده في ظل مجموعة من الخطوات، في ظل مجموعة من الخطوات لإعداد الموازنات في ضوء أهداف المنشأة
وبالتالي ده بيتطلب تحديد الأهداف ودراسة العوامل المتحكمة وأداء تقديرات الموازنة والتنسيق وهكذا. يبقى دي مجموعة من الإجراءات أو الخطوات العامة لإعداد الموازنة. بكده وصلنا لنهاية أعزائي الطلاب، طلاب السنة الرابعة، وصلنا لنهاية الفصل الخامس بعنوان إطار عام للموازنات التخطيطية. وزي ما احنا كنا شايفين ان هو إطار نظري، ولكن كان لابد منه كمقدمة نظرية عن الموازنة. في نهاية الفصل نتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.